شبابها هم دول ولادها دول بناتها دول حياتها مصر دي أمانة في إيديهم مصر أقوى بيهم مصر نور عينيهم دول أملنا فيهم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم هم دول شبابها بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هوريكم الجهاز هيشتغل ازاي. هنضغط على الزرار. طبعا هو هيجيب اسماء الحاجات اللي هتظهر السنسورات. اول حاجة هنا معانا سنسور الحرارة، ده بيقيس حرارة الجو، وهو السنسور اهو منور اهو. ومعانا السنسور ده برضو بيقيس الرطوبة بتاعت الجو، وهتظهر هنا عندنا هنا. و في ده بيقيس الرطوبة بتاعت الأرض، وهو ده السنسور بتاعه. هنحطه هنا اهو، وهنا جاي 1023. هنحطه في التربة. طبعا دي تربة ناشفة، انا كنت عاينها من قبل كده. هنا 1017. 1017 ده يعني كده رطوبة قليلة، يعني مفيش مية خالص عشان دي تربة ناشفة من زمان. دلوقتي انا هحط مية في التربة ونقيس درجة الرطوبة. هي الماية نزلت تحت عشان الأرض امتصتها طبعا، عشان الأرض ناشفة. نحط السنسور. طبعا قلب جامد جدا عشان بقى فيه مية، وطبعا كل ما يقل يبقى فيه مية في التربة. بقت 128، وده كده بيبين ان الجهاز يقدر يقيس الرطوبة. انك تفيد بلدك وناسك تبني خير، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير. النجاح مش مستحيل للغني او للفقير. هم دول شباب. We're gonna make it.